يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوظائف ديت وظائف كلها في المجالات اللي هي التير 5 وتير 4 وتير 3. طيب التيرز دي اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ بالاخر كده العماله، يعني سواء اوبر. التحدي بتاعنا ان احنا ندور على وظائف تكون بتساعدنا على ان احنا نخش داخل كندا بدون ما يكون عندنا مستوى لغه عالي. هننزل مثلا على وظيفه زي عامل بناء الاسقف، دي تمت الموافقه عليها من ليما. تعال نخش نشوف. يا صباح الفل، اهلا وسهلا، ازيك يا عزيزي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ناس كتيره جدا اتكلمت معانا على مشكلتها في السفر لكندا، وقالت ان هي مش عارفه تتعامل مع فكره عقد العمل وفكرة عرض العمل، مش عارفة تفرق بين الوظيفة اللي سهلة تسافر ليها والوظيفة اللي صعبة تسافر ليها. حاولنا نوضح ده اكتر من مرة، بس لقينا ان برضو في ناس كتير مش عارفة توصل للمعلومة الصح. عشان كده واحنا بندعبس النهاردة ربنا ألهمنا ولقينا موقع معين. الموقع ده يعتبر كنز حقيقي، لانه حرفيا هيساعد ناس كتيرة جدا على الهجرة، فيها وظائف طلبة ناس للهجرة فقط في اكتر من مقاطعه واكتر من مدينه. في وظائف منها هتبقى بتشتغل على حسب ما الشغل بيوديك، في وظائف منها تانية هتبقى بتشتغل في موقع معين او مكان معين. كل ده داخل كندا، وكل ده طالب عمال اجانب. هنخش دلوقتي نشوف وهنشوف ازاي نعمل الاستماره اللي قدامنا ديت. قبل ما نخش هقول لكم على مسابقتي. هنختار من حضراتكم ان شاء الله بشكل عشوائي 12 واحد، هنساعدهم في ملء الاستماره اللي قدامنا دي بشكل مجاني تماما. طيب الاختيار بيكون على اساس ايه؟ مبدئيا كده لازم تكون حضرتك عضو عندنا في القناه، عامل سبسكرايب للقناه، دي حاجة تشرفنا، وتكون عامل شير للفيديو على صفحتك، وتكون عامل لايك للفيديو، كاتب اسم حضرتك ودولتك بس، خلاص ده اللي مطلوب منك. طيب 12 واحد ده عدد قليل؟ فعلا هو عدد قليل، بس ده عشان احنا بنقدم الفترة دي لناس كتير. لكن خليني اتفق مع حضرتك اتفاق، لو الفيديو ده وصل معانا ل 400 كومنت هنقدر نختار من حضراتكم 100 واحد بشكل عشوائي نقدم لهم مجانا. يلا بقى بينا نصلي على سيدنا النبي، لايك شير سبسكرايب، يلا بينا نجري نشوف فرصتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، فكرتنا بكل بساطه او الفرصه بتاعتنا بكل بساطه، معظم الناس بعد ما قعدنا نفكر ونعمل اناليستيك للقناه لقينا ان معظم الناس بتبقى عندها مشكله في ثلاث حاجات. اول حاجه اللغه، ثاني حاجه عرض العمل، ثالث حاجه المصاريف. طيب تلات حاجات دي عشان تتحل، تتحل ازاي؟ هل كندا تستاهل ان اتعب وافكر؟ اه كندا تستاهل ان اتعب وافكر. طيب انا عشان احل التلات حاجات دي اتحلتها ازاي؟ ده كان المشكله او كان التحدي. التحدي بتاعنا ان احنا ندور على وظائف تكون بتساعدنا على ان احنا نخش داخل كندا بدون ما يكون عندنا مستوى لغه عالي، يعني يكون مستوى لغه قليل جدا. تاني حاجه تكون الوظائف دي هتستقطبنا عشان نشتغل. فانا لما اروح اشتغل هبقى حليت الثلاث مشاكل. اول حاجه انا هقدم كده كده السي في بتاعي، لان المشكله هي الوظيفه، هقدم السي في بتاعي للوظائف دي. الوظائف دي بسيطه، فبالتالي هتقبل اي حد بيقدم يكون كواليفايد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوظائف ديت وظائف كلها في المجالات اللي هي التير 5 وتير 4 وتير 3. طيب التيرز دي اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ بالاخر كده العماله، يعني سواء اوبر، عامل تنظيف، عامل انتاج، عامل في مزرعه، عامل في مطعم، وهكذا. فالتير ده سهل جدا ان هو يدخلني كندا. اه سهل ان هو يدخلني كندا. ايه تاني؟ طيب ما بيحتاجش لغه كتير، لان هو مش محتاج منك اختبارات لغه كبيره. طيب ايه تالت حاجه؟ هيديني مرتب، والمرتب بتاعها كويس. يعني الميزه في كندا زي ما قلت لك في الفيديوهات الاولى بتاعتنا ان كندا دوله ملهاش هويه، فبالتالي انت مش هتقابل عنصريه، اشتغل الشغل اللي يريحك، مفيش ادنى مشكله. الناس في كندا مش بتتعامل من منطلق انت بتشتغل ايه وانت من عيله مين والكلام ده خالص يعني، او مش هتقابله في الفئه اللي انت هتعيش معاها لما تكون مهاجر، لكن لما تقدم شويه ممكن الدنيا تختلف معاك. المهم عندنا النهارده موقع زي ما حضرتك شايف كده، الموقع ده فيه وظائف كتيره جدا، تعالوا نترجمها مع بعض. بص بيقول لك هنا ايه؟ في مختلف الصناعات في جميع انحاء كندا، ابحث عن وظائف جديده مؤهله من ليما. هننزل بقى نبص على الوظائف.
عمال تنسيق الحدائق وصيانة الأراضي، مشغل آلة زراعية، طباخ، مضيفات التدبير المنزلي، مشغل آلة زراعية، منظف خفيف، جزار صناعي، ده اللي بيشتغل في المصانع، لحام، رئيس عمال مزرعة، وانزل وشوف وعد عامل مصنع أسماك، وهكذا. هننزل مثلا على وظيفة زي عامل بناء الأسقف، دي تمت الموافقة عليها من ليما. تعال نخش نشوف الوظيفة دي. بسم الله، تعال نترجم. دي واجبات العمل بتاعتنا. طيب بعديها دي المتطلبات بتاعتنا. طبعا الواجبات بتاعتنا هتبقى حاجات بسيطة جدا، يعني حاجات احنا كلنا بنعملها في بيوتنا. المتطلبات بقى بتاعتنا اللي هي مهارات تنظيمية قوية، خدمة العملاء، إدارة الوقت، تقدر تشيل حوالي 45 كيلو، تقدر تتعامل مع الوزن، مش شرط تشيله يعني وتجري بيه، مش داخل تحدي. تقدر تشتغل في بيئة سريعة، قادر على تخطيط ملخص سائقين وما شابه ذلك. أو الأجر اللي المفروض هتاخده $27.50 للساعة. التعليم بتاعك المدرسة الثانوية تمت الموافقة عليها من ليما. تعالى كده نقول له قدم. ودانا بقى للاستمارة اللي احنا عايزين نملاها. تعالى بقى نبص على الاستمارة دي مع بعض كده ونرجعها. أول حاجة عندنا الاسم بتاعنا، الفيرست نيم، اسمك، لاست نيم هيبقى اسم العائلة، يور ايميل الايميل بتاعك، وهتعيد الايميل بتاعك تاني، هتكونفيرم للايميل بتاعك تاني، وبعدين هتحط له باسورد وتكونفيرم الباسورد ده. هتخش هنا هتحط له التليفون بتاعك، ده اوبشن بس انا من رايي لازم تحطه. بعد كده هتحط له الكرنت كونتري اوف ريزيدنس، بلد الاقامه الحاليه. بعد كده هتحط له جنسيتك. بعد كده هتحط له سنين الخبره واعلى معدل دراسي وصلت له. فيها اي حاجه؟ ما فيهاش اي حاجه خالص. وهنقول له هنا، هنعلمه هنا على اجري، وهنحط له هنا السي في بتاعنا، هنرفع له السي في بتاعنا وبس خلاص. احنا كده سجلنا. طب معنى ان احنا سجلنا هنا بيقول لك ايه؟ In order for your application to be viewed by the employer you will need to upload random resumes can be uploaded on laptop or desktop device. يعني ايه الكلام ده؟ طب ما تيجي نترجم. انا معلش انا اسف الكلام خدمي. طب يعني ايه الكلام اللي مكتوب ده؟ يعني عشان حضرتك تشتغل وصاحب العمل يقدر يشوف طلبك لازم تحط السيرة الذاتية بتاعتك وترفعها من على جهازك اللي انت بتعمل منه الابليكيشن ده. طيب تعالوا بقى نملى الاستمارة بتاعتنا.
تمام. مالنا الاستمارة بتاعتنا؟ جالنا ايميل بيقول ان احنا خلاص بقينا اوريدي مشتركين في الموقع ده، وكمان بيقول ان احنا بقى عندنا حساب عليه، ويعني زي ايميل ترحيب. بعد ما خلصنا الايميل بتاعنا واتبعت لنا الايميل بتاعنا، رجعنا تاني للموقع، هنبدأ بقى نخش ندور ونشوف براحتنا. نصيحتي ليك قبل ما تبدأ تعمل ده، ركز على السي في بتاعك وشوفه. زي ما قلت لك في بداية الفيديو، الموضوع كله ان احنا نقدم ونبدأ نشوف الوظائف المتاحة والمناسبة لينا ونقدم عليها. هتلاقيني سايب لك اللينك ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو، كمان هتلاقيني سايبه لك في الكومنت المثبت. هتلاقيني كمان سايب لك معاه لينك لطريقة عمل السي في المقبول في المؤسسات الكندية. ادخل قبل ما تشوف، قبل ما تبدأ تقدم، ادخل شوف الفيديو ده، لأنه هيساعدك جدا وانت بتعمل السي في، وكمان هيسهل عليك الأمور شوية. الموضوع بكل بساطة محتاج منك انك ترتب أولوياتك. خش دور على الوظيفة اللي تعجبك وقدم عليها، بس قبل ما تقدم ظبط السي في بتاعك عشان يكون مناسب ليها. بمجرد ما هتقدم هتلاقي الايميل بتاعك جالك فيه ميل بيقولك ان انت ابلايد او قدمت على وظيفة كذا، الوظيفة اللي انت قدمت عليها. خش بقى شوف الوظائف بتاعتك وقدم فيها براحتك، بس قبل ما تخش حاول 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 تركز على السي في بتاعك. انا لغاية هنا خلصت الفيديو بتاعي، شكرا لكل واحد تابعني. ما تنساش المسابقة بتاعتنا، وكمان لو حضرتك وصلت معايا لغاية هنا يبقى اكيد حضرتك مهتم بالمحتوى. ياريت تشرفنا وتتابعنا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك وتعملها لايك، اكيد هتلاقي فيها حاجات ان شاء الله هتعجبك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.